ولتفاصيل أكثر حول الموضوع تنضم إلينا في استوديو رافدين الأديبة والإعلامية العراقية الأستاذة ذكرى نادر. مرحبا بك أستاذة ذكرى. ما قراءتك لواقع المرأة العراقية في هذه الفترة وما هي أكبر التحديات التي تواجهها؟ مساء الخير وسعدت مساء أنتم وكل متابعيكم ومشاهديكم وشكرا للاستضافة. أهلا بك سيدي. إذا كنا سنتحدث عن التحديات، تقصد التحديات التي تواجه المرأة العراقية، أعتقد أنها كثيرة وليس هناك تحديا واحدا، فكل ما يتعلق بحياة المرأة اليوم بواقع العراق هو يمثل تحديات صعبة تدفع النساء ضريبتها، وحقيقة تدفع ضريبة باهظة التكاليف. غياب الوعي الجمعي يشكل تحدي، عدم تقدير دورها من قبل صناع القرار السياسي والحكومي يشكل تحدي آخر، حصرها بأدوار جانبية لا تليق بها ولا تساهم بتطويرها وتنمية تجربتها هذا تحدي آخر، التمييز الجنسي بينها وبين الرجل وترجيح كفة الرجل بالعمل حتى لو فاقته بالكفاءة هذا تحدي آخر، حرمانها من متابعة تعليمها وتحصيلها العلمي هذا تحدي آخر، الأوضاع الاجتماعية بشكل عام أعتقد أنها لا تصب في صالح المرأة العراقية. وماذا أحدثك بعد عن التحديات؟ هي ماذا عن تزايد حالات الطلاق في العراق؟ ما أسبابه من وجهة نظرك؟ حقيقة مقلقة جدا التقارير التي تصلنا حول العراق، خصوصا وأنا مهتمة بهذا الشأن، بالشأن الاجتماعي والشأن الإنساني ودور المرأة بالعراق، لذلك أتابع هذه الأمور. ما بلغني أنه العنف الأسري مثلا وصلت حالاته إلى 36% داخل الأسرة العراقية، وأصبح هذا العنف كأنما ظاهرة يومية تتعرض لها النساء العراقيات. الطلاق أصبح في تزايد مستمر، وصل إلى حد 100,000 حالة طلاق، 10 حالات طلاق خلال ساعة واحدة، هذا حسب تصريحات القضاة، قضاة المحاكم الشرعية، يعني أن تصل النسبة إلى هذا الحد فهو فعلا نسبة مقلقة، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى متابعة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من قبل الجهات المعنية في المرأة، من قبل الجهات البرلمانية، المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية. يبدو لي أنه هذه كلها أدوار غائبة. لم يعد هناك من يقوم بواجبه تجاه المشاكل التي يتعرض لها المجتمع العراقي. الحكومة دائما ما تعلن عن برامج تتعلق بتحسين ظروف المرأة، وبنفس الوقت تخرج بتصريحات تؤكد ازدياد أوضاع المرأة سوءا، أين يكمن الخلل؟ الحقيقة يعني بصراحة أنا لا أعتقد أن الجهات السياسية أو الحكومية أو البرلمانية تأخذ مثلا ظاهرة العنف ضد المرأة على محمل الجد، وأنا أجد أنه الحكومات المتعاقبة لم تكن جزءا من حلول، أبدا ما كانت في يومها جزء من حلول بقدر ما كانت هي جزء من المشكلة. اللي نأخذ مثلا العنف الذي يوجه ضد النساء في المدن التي بين قوسين أضعها التي خضعت لعمليات التحرير، ما يصلنا من تقارير أنه هناك عنف ممنهج ضد المرأة من ساكنات هذه المدن، فإذا نحن أدخلتنا القوات الأمنية والدوائر الحكومية ضمن دائرة عنف أخرى، عنف لا تستطيع المرأة وحدها أن تواجهها، ولا تستطيع حتى الأسرة أن تواجه عنف مثل هذا العنف المنظم ضد المرأة. فإنه دور الحكومة والمنظمات والمؤسسات الحكومية اعتقد انه معدوم، شبه معدوم، حتى ما اكون ظالمه بتقييمي لدورهم. على ضوء ذلك، يعني مثلا مديريه مناهضه العنف في اربيل اكدت تلقيها اكثر من 3,000 شكوى ضد، يعني شكوى عنف ضد المراه. كيف تقيمين تعاطي الحكومه مع القوانين المتعلقه بحمايه المراه؟ يعني خليني افتتح هذا الموضوع بسؤال، إذا كان منطقة كردستان أو شمال العراق التي تنعم
استقرار أمني نسبي، يعني أفضل من غيرها من المناطق. تعاني النساء فيها من تزايد نسبة الانتحار، من تزايد نسبة الطلاق، من تزايد نسبة الأنس بالمرأة. ألا يدفعنا هذا الأمر إلى طرح السؤال لماذا هناك أنس يوجه ضد المرأة بالعراق عموما؟ هذا ليس جهد فرد، وإنما يفترض أنه يكون جهد حكومي، جهد برلماني، جهد منظمات، جهد لجان إنسانية، ما يعني جهد متكامل. يعني لابد أن الإعلام يلعب دور، المؤسسات الدينية تلعب دور، المؤسسات الاجتماعية تلعب دور، لأنه هذه ظاهرة تواجه المجتمع، هي من أخطر الظواهر. المرأة غير الآمنة في مجتمعها ستنتج أجيال خائفة، أجيال غير قادرة على التطور. المرأة ليست فقط نصف المجتمع، وإنما هي تربي النصف الآخر من المجتمع. إذا تعاملنا مع المعادلة بهذا الشكل، علينا أن ندرك ماذا يعني وجود امرأة بصحة نفسية وبصحة جسدية وصحة اجتماعية وبإحساس كامل بالأمن. يعني هذه الإنسان هي اللي ممكن أن تعطينا مجتمع متوازن. الكثير من التقارير الدولية أستاذة ذكرى، كثير من التقارير الدولية تحدثت عن ظروف بالغة السوء تمر بها النساء المعتقلات في سجون القوات الحكومية وميليشيات الحشد. لماذا لم تجدي كل هذه النداءات للمنظمات الحقوقية، لم تجدي نفعا لإيقاف هذه الانتهاكات ضد النساء العراقيات؟ هذا ملف من أخطر الملفات اللي ممكن أن يفتح، ولا أظن أنه إجابة سريعة تكفي بالغرض. هناك حينما أقول أنه هناك توجه نحو تعنيف حقيقي، تعنيف رسمي من بأداء القوات الأمنية نحو المرأة، كأنما هو بفعل انتقامي أو ثأري. غالبية المعتقلات بالسجون العراقية هم موجودات لأسباب ليست جنائية، وإنما لأسباب ثأرية انتقامية. هي أما مسجونة بسبب أنه واحد من أفراد أسرتها مطلوب للدولة، أو لإجباره حتى يجي يسلم نفسه. الحقيقة المنظمات الأممية، شوف، منظمة Human Rights، منظمة نساء لأجل النساء، منظمة العفو الدولي، كلها وضعت تقارير بهذا الشأن. رغم هذه التقارير التي أصدرت وتتحدث عن المأساة التي تعاني منها المعتقلات العراقيات، وأيضا يعني ليس فقط قضية المعتقلات، يعني هناك أيضا خلال العام 2018 تكرار عمليات اغتيال للناشطات، وخصوصا في التظاهرات الأخيرة. بما تفسرين ذلك؟ هذا صحيح، خصوصا ما حدث في البصرة وفي بغداد. وأعتقد أنه التسيب الأمني، انتشار السلاح خارج إطار الدولة، انتشار الميليشيات التي هي أصبحت فوق القانون وليس تحت القانون، أيضا الفتاوى التي تصدر من عقول متخلفة، غالبية هذه الفتاوى هي ضد كيان المرأة وضد تحضر ومدنية المجتمع العراقي. أعتقد كلها هذه عوامل تعمل. هناك جهات خفية ربما يسميها البعض بين قوس الخفية، بالنسبة إلي هي معروفة، تعمل على تجهيل العراق ودفعه إلى مناطق مظلمة، ودفعه إلى أنه النساء يبتعدن عن الحياة العامة، يبتعدن عن التأثير الاجتماعي، يبتعدن عن تحصيل التعليم، يبتعدن عن الانخراط في العمل. نعم. فهذا يعني تعطيل نصف المجتمع عمليا. شكرا لك يا الأديبة. كلها هذه ستصب ضد مصلحة العراقيين. الأديبة والإعلامية العراقية الأستاذة ذكرى نادر، شكرا جزيلا لك.